السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتعلم أغنية جديدة، أغنية للفنانة شيرين جرح الثاني. الأغنية من مقام العراق يلي هو مزيج من السيقة، سيقة راحة الأرواح والبياتي. بيبدأ من السيق نص بيمول، طبعا الأغنية فيها رصد كمان. بيبدأ من السي نص بيمول، عنا سي نص بيمول، دو ري بيمول. طبعا الأغنية فيها راحة الأرواح، يعني ممكن ناخذ المي بيمول والفا دييز، فيها كمان رصد وفيها بياتي، فيها تشكيلة مقامات شرقية عم تخلي اللحن يطلع جميل جدا وفي إحساس عالي. نبدأ بمقدمة الأغنية، بتقول بسلم راحة الأرواح. أروح له تاني، نفس العزف تماما. في عنا لازم بتقول جرحت قلبي وجرح
النهارده مفيش اصحاب مفيش احباب. صار طبيعي والفانس ديز هون صار عنا مقام رصد. ما فيش أحباب من النهاردة حب نفس العزف ما فيش ده كمان شكل حتى نقول الله يعوض على الأيام على الأيام. رجعنا للبياتي لا كمان عادي لا 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 ري دو سي لا وجرح القلوب غالي وجرح لا لا صول القلوب صول صول نرخي ايدنا على الصول غالي 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 حاولوا تعزفوها شوي شوي بالبداية بعدين يعني منضف لها حليات مثل ما تعودنا. كمان راجعوا الفيديوهات السابقة بتلاقوا مجموعة كبيرة من فيديوهات التعليم. ما تنسوا الاشتراك، ما تنسونا من الدعم، ما تنسونا من دعائكم. بشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.